السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بعد ما تحمل الريفت بتقدر على الكراك وتكرك الحاجة. لا، في حاجة قانونية تقدر تسطب بيها البرنامج ومن غير ما تدفع فلوس، ان انت بتنزل نسخة من autodesk.com education، نسخة مجانية بتقعد معاك 3 سنين. بس النسخة دي كطالب او كواحد شغال فريلانسر شغل خفيف، يعني مش مشروع ضخم. يعني autodesk بتبدأ تتكلم مع الشركات الكبيرة اللي معاها مشاريع ضخمة، تبدأ تشوف هل هي معاها نسخ اصلية ولا لا. طيب لو انا عايز انزله، بدخل على الموقع اللي هتلاقي اسفل الفيديو دوت، هتلاقي autodesk.com educational. بتبدأ تقول له انا عايز، اول حاجة تعمل الحساب، تقول له لوج ان، وبعد كده بتعمل حساب، وبعد كده بتقول له انا عايز احمل ريفيت 2016 17 18 19، احتمال 20 ينزل قريب، تبدأ تحمله. طيب اخترنا مثلا 2019، هتلاقي الحاجة الوحيدة 64. كان زمان بينزل 32 و64، من اول 2015 بقى كله بينزل 64 بس. طيب هقول له هنا 64، وبعد كده هختار اللغة الانجليزي. بيبدأ يديك السيريال نمبر والبرودكت كي والفايل سايز، تمام. قدامك بقى ان انت تقول له انستول ناو، بيبدأ يديك ملف اي اكسبت انستول، بيبدأ الملف ده يتحمل. لازم اول ما ينزل تحمله، لو قعدت صبرت عليه شوية الرابط بينتهي، يعني لازم اول ما ينزل تبدأ تسطبه ويبدأ هو يحمل لك الملف دوت، يحمل لك الريفت كله، وتقدر تشتغل عليه على طول بدون اي مشاكل خالص، ويفضل شغال معاك 3 سنين من غير لا كراك ولا اي شيء من الحاجات دي. هتقول الملف اهوت، هو ريفت 2019 ويندوز 64 نسخة ترايل سيت اب ويب انستول. ويب انستول يعني هينزل ملف صغير مساحته 20 ميجا، وبعد ما بينزل يبدأ يفتح لي ان انا اقدر احمل ال 14 جيجا مرة واحدة. اول ما بودوس كده هيبدأ التسطيب، بيبدأ يحمل الملفات ويبدأ التسطيب. لو اثناء ما انت بتسطب حصل ان النت بطيء، ساعات في بعض الملفات ما بتنزلش، فما فيش مشكلة خالص، تمام. هو بيبدأ يسطب، هو انا مسطب عندي جاهز، يعني هو بيبدأ يحمل الملفات، وبعد كده هيقول لك انت عايز تسطب فين، فانت بتقعد تقول له نيكست، فهتقول له انستول. هو بيبدأ يشوف ايه الملفات المطلوبة عشان ينصب. اهم حاجة بقى بالنسبة لي هنا بيقول لي اللي مسطب والحاجات. ممكن مثلا انت مش محتاج مكتبة معينة تبدأ تشيلها، ممكن تقول له براوز تختار مكان تاني. يعني ممكن ما تسطبش على السي لو انت عندك السي قليل، يعني ديسك سبيس 3 جيجا والافايلبل الريكواير 3 جيجا والمتاح 12 جيجا، فممكن تسطب مثلا على الدي مثلا او الاي او اي بارتيشن عندك تاني غير السي لو السي مساحته قليله. وبعد كده بتبدا تقول له انستول، فبيبدا يسطب الحاجات، هيبدا يحمل الملفات.